جرى توقيع الكتاب السادس للشاعر المنداوية مقبولة عبد الحليم بين ثلة من الكتاب وأهل البلد. تعلمت معي في المدرسة الابتدائية وتركت الدراسة لفترة، ولكن هي عودت اخترقت عالم الثقافة والأدب والكتابة، فهذا بقول إنجاز عظيم، يعني مش مفهوم من ضمنا، لا بالعكس، هاي جهد ونتاج مثابرة وعمل يومي. احنا ان شاء الله راحين نواكب ونلاحق كل مستجدات اللي كتبتها، وعلى صعيد المحلي برضه في كمان عندنا زي ما قلت زي ما ذكرت كمان في كلمتي انه في عندنا كتاب وفي عندنا شعراء. ان شاء الله احنا رايح ارعى هاي الندوات والثقافات واجرب ادعم اكون الداعم الاول لهيك اشخاص. انه هو احتفاء بشاعر محلي، وطبعا نرى في المركز الجماهيري كدفيئه لاعطاء هذه الطاقات والخامات المحليه اللي في دورها تعطي هذا المنبر وهذه المنصه لقدراتنا او فناننا المحليين. شيء ثاني بالنسبه لي كمميز وكعيد بكل المعاني لهذا الحشد وهذا الكم الهائل من الشعراء والأدباء إن كان من صعيد كفر مندا أو من خارج كفر مندا، فبالنسبة لهذا يعتبر كيوم مميز. والشيء الثالث اللي أنا برى فيه من خلال عملي في مركز جماهيري أنه عمليا تنمية مثل هذه المواهب، إعطاء مثل هذه القدوة للطلاب والأولاد الصغار أنه يروا بهذا الطريق وطريق الإيجابي والطريق الصحيح والسليم. اولا طبعا انت اجبت نصف الاجابه وقلت انه لا حدود ولا جيل للشعر، لكن انا اريد ان اقول ان مقبوله بدات منذ زمن، هي لم تبدا اليوم، وهذا ليس كتابها الاول، هو كتابها السادس، هذا اولا. ثانيا هي موهبه تستحق القراءه وتستحق النقد وتستحق ان تقع كتبها بين ايدينا كقراء، لانها موهبه فذه في زمن قلت فيه المواهب. إقامة هذا النوع من الندوات الأدبية عامل أساسي في سبيل نشر الثقافة وتعزيز قدرات وثقة الأجيال الصاعدة في خوض هذا المجال.